كاس العصر والمره الثانيه على التوالي بفرح كوكب مروك. الشعور ديالنا اكيد فرحانين لاننا فرحنا راسنا وفرحنا الجمهور المراكشي، هذا لقب ثاني لنا على التوالي يعني اعلنا به، وان شاء الله تنوعدوا اننا نحاولوا نفوزوا كذلك بالبطوله الوطنيه. نسالتك على التصويره. رياضه التصويره تنقول لهم بو كوراج، دوماج طاحوا الدوزيام سيري، اما طلع هاد لك فهادي ما نقول لهم. بالنسبه لك انت شكون اللي شجعك باش تجي للفريق الكوكب المراكشي؟ الرئيس هو اللي اتصل بيا. الرئيس قويصر عبد الحق قويصر وخالي وما كوزين الى غبرو. طيب كيف الشعور ديالك اليوم؟ يعني بالفوز ديال بدون العائله ديالك واللي تفضل برفقتك الصغيره يعني بهذا اللقب هذا رفقت الصديقه ديالها واللعيبه. انا جد سعيده وجد فخوره ب ماكوزين هدى بشار والفريق النسوي، وانا فخوره كثير لانهم بفضل هاد البنات استطاع الكوكب المراكشي لكره السله اناث لاول مره في تاريخ كره السله بمراكش ياخذوا اربعه الالقاب متتاليه، وهذا شرف كبير لهم ولينا ولمراكش والساكنه وللرياضه المراكشيه. بنات تعرفينا على الصديقه ديالك الفريق، انت اللي غادي تكوني معنا المرافقه ديال الجريده اليوم. واخا تعرفينا معنا. اجي لبنى القدرون خلي اللايف خلي اللايف ما عندكش تشغيل. هادو لبنى القدرون وسكينة الداي جوجهم لاعبات امل الصويري سابقا ودابا تيلعبوا مع الكوكب مراكشي. شي كلمه بمناسبه الفوز ديالكم اليوم يعني مباراه الامس كاس العرش الثاني على التوالي مع الفريق. نعم، اول حاجه هنيئا لنا بهذا الفوز وهنيئا المدينة ككل بالجمهور ديالها وبالمسيرين ديالها. نعم بالجهة كاملة، ومن هذا المنبر هذا كنشكر الجماهير اللي حضرت معنا وساندتنا في المقابلات وحتى اللي استقبلتنا اليوم، وإن شاء الله كنتمناو أننا نكملوا في المسيرة تاعنا ونحصلوا على لقب البطولة كذلك إن شاء الله. شكرا. متابعينا الكرام كانت هذه التصريحات بعض اللاعبين اللاعبات عفوا السادة صامغ، شي كلمة بمناسبة الفوز هذا احنا تنشكروا اولا هذوك اللعبه اللي تقاتلوا على ود هذا الماتش هذا، وتنتمنوا ان شاء الله عندو البطوله حتى هي وتكون ازدواجيه، وتنشكروا بزاف هذا الجمهور اللي كان معنا وكاع اللي كان من مورانا تهدينا هذا الكاس، وشكرا لكم. احنا فرحانين بزاف. السلام عليكم، انا اللاعبه السابقه ديال كوكب المراكشي، مشيت معاهم تنكاطو باش نهضر معاهم لا فينال ديال لاكوب دي ترون. الحمد لله ربي ما خيبهمش، ما مشاش لهم المجهود ديالهم كله، وان شاء الله العقوبه لا فينال ديال البطوله ويكونوا لي ماتش ديال البلاي اوف. فرحانين اليوم بزاف بزاف. يعني كيفاش كتشوفي هذه النتيجه هذه اللي ديما كتوصل لها فريق كوكب المراكشي لاول مره، الله عرفوا هذه المره الثانيه اللي كيفوز في كاس العرش على التوالي، واللي هي المره الثانيه في تاريخ كوكب المراكشي كيفوز به فريق ديال كره السله كاس العرش. كيفاش يعني الشعور ديالك؟ الحمد لله ربي كبير، يعني الدراري تاع الفوتا هنا ما كانوش كيتوفقوا مساكن باش انهم يحققوا هذوك الالقاب كاملين، على الاقل البنات كيعوضوا وتبارك الله عليهم، راه كيترينيو ما كيمشيش لهم ذاك لي فوغ ديالهم كله فابور، والحمد لله على كل حال. شكرا بزاف. شكرا لك الكرام، كما تابعتم انا خلال هذا المباشر كانت هذه هي يعني احتفالات ديال فريق الكوكب المراكشي لكرة السلة إناث. متابعينا الكرام وسط واحد التعزيزات أمنية كبيرة، فتحية مرة أخرى لرجال الامن اللي كيقوموا على هذا التعزيزات الامنيه من اجل يعني نجاح هذا الاحتفال هذا. ظروف لي هي امنه، ظروف لي هي سليمه، فاحنا بدور ديالنا كنوجهوا رساله لرئيس المنطقه الامنيه الثالثه وكذلك النائب ديالو نائب رئيس المنطقه الثالثه وكل العناصر الامنيه بالمنطقه
الثالثه. فشكرا لهم مره اخرى للوقوف من اجل نجاح هذا العرس الاحتفالي وواحد الجو اللي امن وتحمي السلامه ديال اللاعبات وكذلك حتى السلامه ديال اللاعبين. يعني كما تنعرفوا ان فريق الكوكب المراكشي لإناث لكرة السلة فكيعرف يعني استقطاب لاعبات لاعبة امريكية بجانب لاعبات مغاربة واللي الحمد لله الان كما كتشوفوا اجل المرة الثانية على التوالي كيفوزوا بكأس العرش. فريق كوكب مراكشي إناث خلاقة ولكن دوكو مرة ثانية على التوالي مع السباق قاس ولد أزرو إفران إقليم تنفتخروا تنفتخروا بهذا الشيء أيام بعد فقد الكوكب مراكشي ما تقبلناش هذا الشيء ما تقبلناش ولكن راه بسيف علينا المرارات ديال الهواد. أولا السلام عليكم تنحيي هاد الناس هادو اللي تقاتلوا وجابوا الحمد لله لكاس العرش. المهم تنتمناو الكوكب الحاني شي يمشي راه صافي راه حان وصلت فينا العدل صور لي عاد كانت الجمهور ديال الهوات كل ما تفر عليه حرسنا صور لي الجمهور ديال الهوات هذا الجمهور ديال الهوات اخويا صور لي هذا الشيء شو هادشي اللي كنعانيو فيه من هاد المدينه هادي وان شاء الله هاد الجمهور راه ضيعه راه ما يمكنش هادشي راه ما كاينش هادشي راه بريمير سيري ما تلقاش فيه هادشي. بلاك تعبرنا على الفرحه ديالك بهاد الفوز هذا تابعتوا معنا متابعينا الكرام فالفنانه الممثله المتميزه المراكشيه حاضره اليوم من اجل تشجيع هذا الفريق هذا من اجل الاحتفال مع هذا الفريق هذا اليوم بالفوز ديالو بكاس العرش المره الثانيه على التوالي. فشي كلمه لل
اكيد اكيد هذا شرف لينا حنا كاملين كمراكشيين، والحمد لله وديما كوكاب. واللي كنبغي نقول لهاد البنات اللي تبارك الله عليهم لهذه المره الثانيه على التوالي اللي كيجيبوا الكاس، وشرف لينا انا وشرف لي كمراه وكمراكشيه. وشكرا لكم انتما على مواكبه هذا الحفل، شكرا لكم بزاف. متابعينا الكرام كما تابعتوا معنا من خلال هذه المباشر، فكانت هذه هي يعني تصريحات اللاعبات وكذلك الجمهور وكذلك حتى الضيوف من مسؤولين جماعيين وكذلك حتى فنانين اللي حضروا من اجل الاحتفال وتشجيع هذا الفريق هذا النسوي اللي قدر انه يحقق يعني نتائج اللي مذهله. ف جوج مرات كيفوزوا بكاس العرش المره الثانيه على هذه المره الثانيه على التوالي، وكذلك بالبطوله الوطنيه جوج مرات، فهادو نتائج اللي هما مشرفين مدينه مراكش وكانوا محتاجينها خصوصا في هذه المرحله. متابعينا الكرام، ما بقى الا اننا نشكركم على حسن المتابعه، مباشر اخر ان شاء الله.